البسيط اللي أمامنا ده نقطة 4 متجهات، تمام؟ وعاوزك تخلق متجه جديد اسمه برضه فيكتور، اسمه اللي هو R4 برضه، تمام؟ وبقول لك يعني ان ال A وال B وال C scalars، عاوزك توجد ال A وال B وال C اللي هي الكميات القياسية ايه دي. فانا بكل بساطة وسهولة انا عندي الفيكتور الاول والفيكتور الثاني والفيكتور الثالث والفيكتور الرابع، تمام؟ عاوزنا نوجد له ال A وال B وال C، وبعد كده نكتب له المتجه على الصورة اللي هو ايه طالبها دي، تمام؟ فكل اللي هنعمله، انا عندي ال R4 للفيكتور اللي هو مديهولنا عبارة عن A في ال R1 زائد B في ال R2 زائد C في R3 اللي هو المتجه اللي اسمه R3 ده. ال R4 دي الفيكتور اللي اسمه R4 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 في اتجاه الاي زائد 2 في اتجاه الجي زائد 5 في اتجاه الايه؟ الكي. ده كلام سليم. انا عندي الاي ده هي لما اضربها في الار واحد هتطلع 2 ايه في الاي ناقص ايه في الجي زائد ايه في الكي، وادي الار 2 برضو هضرب البي فيها، تمام؟ والار 3 هضرب السي في الار 3، اصبح عندي النتيجة ايه بالشكل ده. اجي اشوف اجمع الاي مع الاي، تمام؟ واجمع الجي مع الجي، واجمع الكي مع الكي. الخطوة اللي بعد كده بكل بساطة وسهولة اقوم رايح مقارن المعاملات. يعني ايه مقارن معاملات؟ يعني انا عندي هنا 3، اجي اشوف هنا الاي، تمام؟ عندي 3 اللي في الطرف ده اللي في اتجاه الاي بيساوي القيمة، بيساوي القيمة اللي في اتجاه الاي اللي هنا ديت معادلة رقم 1. انا عندي 2 في الجي، اخد الاتنين هنا اشوف فين القيمة بتاع الجي اللي في الطرف التاني اكتبها هنا، ادي 5 في الكي بيساوي القيمة بتاعت الكي اللي هنا. وبكل بساطة وسهولة اجمع المعادلة الاولى زائد المعادلة التانية زائد المعادلة التالتة، اطلع الـ A والـ B والـ C. يبقى انا كده خلقت له او كونت له الفيكتور الجديد اسمه برضو ايه R4 اللي هي بالشكل ده كده، وهي ده برضو بكل بساطة وسهولة.